السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي. جاي احجز يم الدكتور. يا دكتور. دكتور نفساني مو طبيب نفساني. ايش بيك؟ ما ادري انت الدكتور انت؟ قول لي ايش بيك اسجل. انت السكرتير ولا الدكتور انت؟ شو سكرتير؟ انا عندي حالة نفسية الله يخليك، وما ادري ابدا هاي الحالة تروح من عندي بس مدى تروح. ايش بيك؟ هاي الحالة عندي هاي مدى تروح من عندي. اسمك شو؟ عصبي. بالعجل عندنا هواية مراجعين. علي اقعد استريح. رحم الله والديك. الله بالخير. الله بالخير. بس يرحم والديك مستعجل. مستعجل. حل مستعجل تعبان نفسيا. شواية؟ مستعجل؟ كل شواية. خمس دقائق. لا مو متوعد. طب. شكرا. عيادة الدكتور أبو سعود للطب النفسي. يا الله ملكي يا ربي، يعني معقولة هذا راح يشافيني يوخر من عندي هاي الحالة؟ خلي نشوف. شوف شلونك دكتور حبيبي. شو صار دكتور؟ الله يخليك أبوس إيدك. لا استغفر الله. أبوس إيدك. استغفر الله دكتور. بهاي الحالة أنا مت دكتور نفساني قريب عيادة أبو سعود. دكتور أبو سعود هاي الحالة عندي بشكل حالة نفسية عندي تعبانة، فما أعرف شلون أوخرها، فقلت قريت عن طريق الصدفة قطعة دكتور أبو سعود. الله يخليك دكتور، بس أنقذني تدخل الجنة والله. أنت وصلت هنا؟ طلبك موجود؟ دكتور الله يخليك بس انقذني من هاي الحالة اللي عندي، حالة نفسية بس أسوي. رحت مين دكتور وما حد عالجني. بابا انت وصلت هنا المكان، يعني الشاب الدكتور المكان المضبوط. الشاف الدكتور ان شاء الله. ابو سيدك دكتور. لا ابني لا 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 هناك. وين؟ هناك. هناك. وين ابني؟ دكتور. وين ابني؟ هنا. مو ده شو؟ وين؟ يعني شلون؟ بابا راسك منا. منا. هيجي؟ ايه. بابا انت نايم في فندق؟ فندق هذا؟ لا دكتور ابو سيدك بس خلصني الله يخليك، بس خلصني من الحالة اللي فيها دكتور. ايش مكتوب بالباب؟ دكتور انا متأذي حيل. متأذي يعني انت انا جاي يمك وخر لي اياها توخر لي اياها. ان شاء الله ان شاء الله تروح شويه تجي. ترى انا مريض يمك تضربني. راح اسالك كم سؤال. نعم. راح تجاوبني عليهم حتى اعرف حالتك النفسيه. صار دكتور بس دكتور شافيني الله يخليك. لك بابا شلون شلون وياك؟ تدري هسه قلبي يدوب. مو مصدق. كافي تحكي. يلا دكتور. شنو انت؟ يا الله بابا شنو قصد؟ كافي دكتور ما خليت واحد ما رحت للدكتور. ان شاء الله الشفا هنا. اسالك سؤال. بابا خليني اسال شلون يعني العالم تقدر يضحكون علي؟ شلون يعني شو ما نكمل؟ يلا يلا دكتور خذ راحتك. السؤال الاول مطور مال مي مالتكم يصح مي؟ دكتور دكتور يرحم والديك تعالجني لو مطور جابني على المطور. مطور شو العلاقه بالطب؟ ابني هاي كلها مؤثرات على الحياة. دكتور عندنا مطار كبير هذا الحرامي يسموه كهرباءكم
كم ساعة تجي باليوم؟ أخي يا بابا أخي من كرمان دكتور شو العلاقة؟ دكتور الله يخليك شو العلاقة؟ ما له علاقة. مو أنت كل ما تعرق تصعد عندك دكتور ينكر عندك كرامات هنا عندك؟ لا وين الكرامة؟ شوف لعد شو حار غرفتك حار كلش حار. مو هذا الإحساس الحار المرضى يذبون أحاسيسهم هنا ويطلعون يعني شو تريد لهم دكتور من ناحية الكهرباء كل زيانة تجينا باليوم ساعة ساعة شدعوا هاي الطابة هواية لا هي ساعة كلش كفاية هواية يعني. أنا متفق ويا جماعة الكهرباء نص ساعة دكتور ادري الله يخليك شو راح تعالجني وانت تسوي هيك شيء انا يعني انت حالك من حالي انت تامن بي امن بالله اللي جابنا عليك ايش بيك والله ها ايش بيها الناس لا شعبالهم الطب الطب النفسي هيجي نعيما اخويا يا نعيما جيت بوحده طلعت بثلاثه وين يا ابو